نعم. والسبب الفيوم نفسه بس كنت اسالك انت في مصر الجديده يعني ايه اللي وداك الفيوم يعني؟ الناس كانت راس امي وابويا الله يرحمه. الله يرحمه. يعني والدي متوفي سنه 89 ووالدتي 2009، فكان المفروض نعمل حاجه تخليدا للذكراهم يعني. جميل. وكان يقال سنه كانت تجاريه. كان ربنا اكرمنا انا واخويا الكبير والحمد لله الارض بتاعتنا ربنا كرمنا في سعرها وربنا كرمنا. يعني انت حضرتك من سكان القاهره؟ انا سكان القاهره مواليد القاهره كمان. مواليد القاهره كمان. نعم. فكر انك تعمل معهد ازهري في الفيوم لان مسقط راس الوالد والوالده رحمه الله عليهم. نعم. بس الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا يا رب ان شاء الله. نعم. طيب حضرتك فكرت تعمل صدقه جاريه انشاء معهد ديني؟ هو اللي حصل انت يعني انا كنت بسافر مع اهلي انا واخويا الكبير، فالمنطقه هناك محتاجه الكلام ده كله، يعني هي منطقه فقيره. منطقة سيلة اللي هي مركز الفيوم، المنطقة اللي احنا منها منطقة الشرقية دي هي منطقة فقيرة جدا يعني. تمام. فيها مدرستين وأنا معهد أزهري تقريبا بيبعد عن الأطفال بحوالي 16 ل 18 كيلو. يعني المنطقة اللي حاطط فيها المعهد الأزهري بتخدم حوالي 40 عزبة وقرية. 40 عزبة وقرية. وقرية. طيب مشاهدينا الكرام يعني هنعرض صور دلوقتي حاليا الأستاذ أشرف والعيلة جزاهم الله خير هو وإخواته عملوا معهد ديني صدقة جارية على روح الوالدين. رحمة الله عليهما وإن شاء الله الأجر يصل لهما. اختاروا منطقة اللي هي مسقط رأس الأب والأم إنشاء المعهد الديني الأزهري بنيان سوف ترونه الآن على الشاشة مجهز حاليا ظهر معنا على الشاشة. ما شاء الله بنيان أحدث طراز كل الأساس متواجد به حتى وانا استعرض الصور عمال ادور على ملاحظه تكون مربوط توقف استلام الازهر لهذا المعهد لم اجد اي ملاحظه فكان لازم اشرف لما تواصل معي تختار معك على الهواء لعل وعسى يكون احد المسؤولين وهو يشاهد الان هذا البنيان الذي تكلف ما تكلفه حتى من اساس كما ترون الان على الشاشه لماذا لم يستلم مسؤولي الازهر هذا المعهد خاصة أن المنطقة مركز الفيوم النصرية بجوار قرية سيلة بأشد حاجة إلى هذا المعهد. يعني يبقى معقول يا جماعة المبلغ ده مصروف والمعهد الديني جاهز والبنيان ما شاء الله تم والأساس موجود لا ينقصه شيء ويأتي من يمتنع عن الاستلام؟ إذا هناك علامة استفهام، تلك العلامة الاستفهام أستعرضها الآن مع الأستاذ أشرف. أستاذ أشرف قلت ما شاء الله ربنا يجعلك بزين حسناتك. ربنا يبارك فيك يا فندم. هبدا بقى معاك من بدايه الصفر. اتفضل. انت اخترت حضرتك المنطقه لارتباطها بالوالد والوالده رحمه الله عليهم. نعم. قلت مش طيب لما اجي امشي حاجه زي كده اكيد انت في البدايه مشيت في اجراءات ترخيص ولا معاك؟